على وقع دعوات دولية لضمان حرية التظاهر وسلامة المتظاهرين، شهدت مناطق سودانية عدة احتجاجات للمطالبة بحكومة مدنية. هذه التظاهرات التي لم تخلو من إطلاق نار وغاز مسيل للدموع وسقوط 3 قتلى وأكثر من 100 إصابة، سبقتها إجراءات أمنية مشددة وسط انتشار كثيف للجيش السوداني، لا سيما في الخرطوم، وكذلك رافقها انقطاع للاتصالات الهاتفية والإنترنت في البلاد. كيف بدأ مشهد التظاهرات في السودان؟ وأي رسائل وجهها المتظاهرون؟ وهل وصلت إلى المعنيين؟ هذه صور من التظاهرات اليوم التي عمت بعض المناطق السودانية. طبعا كانت هناك دعوات وجهت لانطلاق مسيرات اليوم السبت 30 أكتوبر تنديدا بالخطوات التي أقدم عليها قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان بحل الحكومة والمجلس السيادي وباقي الإجراءات الأخرى. هذه التظاهرات والاحتجاجات طالبت اليوم كما أشرنا بعودة الحكم المدني إلى البلاد. حتى الآن الأنباء تشير إلى سقوط نحو 3 قتلى وعشرات الجرحى، بينما كانت أخبار عاجلة قبل قليل قد وردت تشير إلى وقوع أيضا إصابات بين أفراد الجيش السوداني. سنحاول التعرف على تفاصيل كل هذه الأمور بعد قليل من مراسلنا في الخرطوم.